السيد دكتور، نتوقف عن النظر عندما أرى امرأة على إثم ديننا. ينبغي ينظر المرء التي ينظر إن من تجليات الله، إلا أن بعض الأشخاص ينظرون إلى أي امرأة جميلة ويقولون كيف يمكنني أن أغلبها وكيف يمكنني أن أغويها لتبكي وغذاؤها وكيف يمكنني ضيقة كتصرف بدون جام وبدون ثقة استهجان ضدنا ويحاولون ضيقتهن. يفكرون في القيام باتصال أن يؤذينا بشدة يتمكن إذا فإن ذلك هم ويسعون بسهانة النساء بسهم الفضل سيعهن. يقو هذا الأمر بالحب على الإطلاق، بل إنها الغيرة، فهذه الكراهية تنبع من الحقيقة التي تقول إن يشلون في إلى ذلك الجمال. ينبغي أن يكون هناك إعجاب واحترام، وهو ما عليه الأمر في أوروبا. وكما قلت من قبل، عندما تخرج أي امرأة هذه رداء مكشوفا وما تخرج من السيارة يجال بيدها بأدب لها على الخروج. إنهم يعاملونها كما لو كانت ملكة، يشاهدون بإعجاب، يقدرها كل شخص تقديرا كبيرا. تجلس المرأة ويقدمون إليها أفضل أنواع الطعام والشراب. إنها تعامل معاملة حتى البرنامج تعرف من حول أملق في النساء هم ابتسامة صفراء ويلوون شفاههم، ومعظم هؤلاء مثليين حرفين. إنهم يفعلون ذلك من باب لكي ويضيعون. ينبغي على النساء والفتيات يولين اهتماما على الإطلاق مثل هؤلاء الأشخاص. ينبغي أن يتجاوز هؤلاء الأشخاص.